منذ الأسبوع الأول من الزواج بدأت الأمراض القلب والجراحات تذهبون تخبطون تجرحون وجروح خطيرة. منذ الأسبوع الأول مرض القلب والطب الباطني والدكاترة يقولون عادي لا شيء عندها. منذ الأسبوع الأول بدأ رفض الفيزا. منذ الأسبوع الأول كانت قسوة في القلب اتجاه الزوج. منذ الأسبوع الأول كان حريق على الجلد وخاصة الأمر هذا بعدما أنجبت ابنتها بدأ الأمر يرى عيان على الابن المولود الصغيرة، فأصبحت أصيبت بمرض نادر لا تقوى على الشمس ولا تقوى على الماء، لا تستطيع أن تقوى على حاط الشمس أو على برودة الماء. فبقيت هذه الابنة تعاني بخطورة شديدة جدا والأطباء يعجزون عن فهم حالتها. فكان الزوج إذا جاء من أوروبا يقضي أيامه في الأطباء ما بين زوجته وابنته، وفي المعاناة ما بين زوجته وابنته فلا يسعد أبدا، والزوجة كذلك ما بين صحتها ودائها ومرضها، ما بين علة ابنتها وداء ابنتها والقسوة التي تجده تجاه زوجها. فغيبت الحياة في البيت الذي كان يظن ويرجى أن يكون سعيدا، الذي كان يقول الناس أسعد الناس، عندهم سعادة وعندهم حب وعندهم خير وعندهم سفر، فعطل كل شيء من الأسبوع الأول. وقلنا الإغماء الذي كان يكون بجانب سفارتي والقنصلية، فأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد إنه لذلك القادر عليه. الخطاب الأول يكون بإذن الله تعالى إلى الفئة المسلمة، يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء. الأطباء في أوروبا ماذا قالوا؟ قالوا هذا مرض نفسي بسبب تغيير البلدة والدولة، أنه جاءت من المغرب وسكنت الآن في أوروبا، هذا مرض نفسي. الأطباء القلب بعد فحوصات القلب والريم وأمراض الطب الباطني قالوا عادية ما عندها شيء. ونقول أن الجن قد صعد وتكلم واعترف بالأسحار الخطيرة جدا، اعترف بأسحار كبيرة، سحر الحناء، سحر مدفون بالكفن في الكفن، سحر بالصور وآخر مرشوش، وسحر في المجاري وآخر معلق، وسحر بآثار الحوادث للموت ملجاج، وسحر مأكول في الكسكس، وسحر في النجوم بالنجوم والكواكب. طيب الثعبان والحيات وملوك الجن والشياطين، يا رب بسم الله كري بسم الله، يبطل كل سحر قديم في الخطوة والزواج. يا رب هيا قوليها هي كريها، بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطوة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطوة والزواج. هيا هاي. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. ما توقفيش
ما توقفيش. هاي هاي هاي. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل. أنا الآن أفهم الإشارة أن هناك جن يقول لابد أن ترجع إلى الوراء قبل الزواج إلى الزوجية الثانية من الأم من بطنها واحدة. أفهمها وصلت إليها أبشر، لكن قم علي الآن في خطبة والزواج باش نفيق خدام السحر الجديد ونرجع إلى القديم. يا رأيي كمل. لما الجن يقول لي ارجع الى ما وراء يعني الصغر غير. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. نعم نعم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. نعم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. نعم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. نعم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. نعم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. واصل. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. واصل. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. واصل هي جيد. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. نعم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. ماشي مشكل يا غير ما توقفيش استمتع يا كمل واخا تعيي صبري. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. صبري صبري. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. سي ما توقفيش ما توقفيش. بسم الله يبطل كل سحر ما توقفيش عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر. كملي كملي. بسم الله. هي واصل واصل قربنا هي واصل. ما توقفيش ما توقفيش ما توقفيش ما توقفيش. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. مش معروف. هيا. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله. واصل واصل ما توقفي تخافيش توقفي اي هاي. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم ما توقفيش في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. ما توقفيش ما توقفيش يا يوسف. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله
ما توقفيش. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل زيد بسم الله يبطل كل زيد 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 بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. زيد بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله زيد زين. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة والزواج. بسم الله زيد خربت زيد. بسم الله يبطل إذا فتحت حسنت لي يا لقيت سقيتنا في فلاس سقيت من تحت حيث ما تعز رجع لبص يا بصرا بصرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
الأبواب تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا 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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبهن
وكان الله عليما حليما والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما الله أكبر من كل جاد الكبير شيطان الكبير جاد الكبير شيطان الكبير الله أكبر من كل جاد الكبير شيطان الكبير جاد الكبير شيطان الكبير قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم
أحصاه الله أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل كل من سمع الأذان أو رقية أو القرآن في هذا البدن مع البقرة والصافات والموعظة أن يأتي مسلما مسالما طاعة لله. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين نجواكم صدقات، وأسأل الله أن يجعل ما قدمت من صدقات وقربات وطاعات بإذن الله موجيات، أسأل الله تعالى أن تكون صالحات طيبات عند رب الأرض والسماوات. فإن أوصي الآن بإذن الله تعالى كل من جاء إليها فأسلم لله تعالى معها فكان عون لها في الرقية وكان عون لها في الصلاة وكان عون لها بفضل في مناجاة الله جل وعلا. وإني آخذ على يدي كل من كان ملكا كبيرا على عقلها وعلى رأسها وعلى صدرها، نعم بإذن الله تعالى، إلى كل من هو كبير الآن باش حمه بإذن الله قصر هيا بإذن الله جل وعلا. الباشا حمه يصل بإذن الله، الباشا حمه يصل بإذن الله، هيا صل بإذن الله، الباشا حمه هيا بإذن الله يصل، الباشا حمه 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 في الطريق بإذن الله، الباشا حمه بإذن الله يصل، الباشا حمه بإذن الله يصل. الباشا حمو بإذن يصعد ملك الدماء ملك العشق والدماء ملك الزهرية والدماء الباشا حمو بإذن يصعد الباشا حمو بإذن يصعد الباشا حمو بإذن يصعد اليهودي يصعد باشا حمو على الدم على الدم على الزهرية 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 الدم على
زوجة دم على زوجة دم على زوجة عاشق 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 قديم عاشق قديم ساحر ساحر قوم 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 ساحر قو
أنه فوق الباشا حمو. يتضح أن القرد الآن يتملك الباشا حمو ثم حمو ثم شمهاروش ثم ميمون، صح لا؟ ها؟ الباشا حمو القرد أقواه في الرأس
طيب القرد هو الذي يحيى بنته الجنية ويعقل على السنة الجنية والقرد على السهرية بالموروث على العقل والدماغ منذ الصغر منذ الصغر على العروق وعلى الدماغ وعلى العقل وعلى الرأس يسكنها يتحكم فيها نعم له اتصال بين دمها وعروقها ودماغها نعم في العقل منذ الصغر بالموروث منذ الصغر منذ كان صبية صغيرة قبل أن تصحى في زواجها هو معها الأصحاب الأخرى جاء معها باش يحمل الأصحاب الأخرى قديم حتى هي كان الجن كان قديم معها قديم إذن هي أصلا مصابة منذ القديم كان على الموروث والزهرية والسلالة كان القرد ومعه الجن معها العاشق أيضا طيب ما هي وظيفة القرد في البدن؟ الموت القتل التعذيب التعطيم على الزهرية نعم يعني على الموروث على السلالة على السلالة طيب إذا أقواهم دائما نقول القرد يكون قوي جدا وهو لنا أي من الكبار الملوك القردة دائما تكون قلنا لهم كونوا قردة خاسئين نعم دائما القردة تكون قوية يعني القرد الآن أصبح الباشا حم وحموك تشكوا من القرد يقول لك القرد غير في كعنا القرد في العقل نحن معه صح لا صح لا يعني هذا القرد عليها منذ الصغر لا ترى فلاحا ولا نجاحا صح ودائما أقول لما يكون الشياطين أبارس الموروث ثم تأتي أصحار وعين حسد تزداد إصابة طيب القرد طيب القرد الآن يحتم في حسن في الرأس نجيبوا شاقور محلو الرأس نجيبوا شلون هيك غادي اللي بدهم محلو مش بجيبوا ها طيب ملك التجاه في الرأس ملك الوقت أبشي يعني الوقت يا أخي بسم الله شيطان قرد بسم الله يحرق كل شيء أسدب الحركة اللي عملت السيدة بسم الله يحرق كل تدل على أمرين أنا فاهمة وأنها تريد هي وعندها عزيمة وقوة بسم الله وهذا الشيء اللي كان لأن من المتابعة ولا فاهم كل شيء كمل فهمتي يعني الحال ما بقاش مع المشكلة هي فاهم الكل هي ما قلت والو هي تكات وقتل كلام يعني المتابعة فاهمة لأن كترجع لوي ساعة عندها عزيمة بغت تغلب عليهم اسمع مقدور هذا شيء فهم الذي بالمسابقة على فضل الله سير كمل يانا بسم الله فقط نوشي صغير مسألة الوقت هيا سير كمل بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق يعني دابا حتى نتبين دابا ان الباشا حمو حمو كاينين ولكن اعلاهم القرد لانه كيقول لك عقد عنسانا فكنا حرنا ضرب هنا بسم الله يحرق كل شيطان وهذه حقيقة بسم الله يحرق كل شيطان يعني لابد انك تساعدهم من اجل انك تتاكدك حصول القرد وباش يقرب غوريلا غوريلا يعني راك عظيم وحركات حركات القرد وسمعت ما قرأ عليه في المنام وقال قرد ولماذا نطق لأن الذي قرأ عليه بقوة قوية وثم تعطيك إشارة أن هذا القرد لن يستجيب إلا بالتعذيب علاش؟ لأن الذي قرأ عليه كان يضع اليد على الناصية على الرأس هنا قالت في المنام هنا على الدماغ بسم الله. ثم استجاب القرد وصعد قال أنا قرد لأنه يسكن هنا فتلك الطاقة هنا يضع يده موضع الألم من جسد كما قال صلى الله عليه وسلم وفيها طاقة وفيها سير عظيم ثم الحجامة على هذا المكان قوية عليه مفهوم هو يسكن هنا ليس هنا هو يسكن هنا 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 بسم الله يحرق كل شيطان سكن العقل إذا الحالة المعقدة كل مفتاحها فين مفتاحها في الرأس حجامة وثلجا ودعاء على القلب لك الحصون والعقد بسم الله وحينما تبدا تحل هذه العقد يبدا ينطق باش حمو حمو الاصل العظيم صح ما باغي نتكلم كيقول لك باش حمو حمو ما باغي نتكلم ما تكلم معايا كلام كثير قال عندنا على عيني خاصي بيني وبينك ابشر ابشر قال عندي كلام كثير بيني وبينك الباشا حمو يخاطب قال عندي كلام كثير ولي يكون بيني وبينك أمشي ولكن سأساعدك بداية على القرد أي خلاص واصل واصل طيب طيب خير الله المستعان أحيانا الجن تكون تود هي المساعدة بسم
واعلم انك اذا فككت عقدها تساعدك، وهذه من الاسرار التي تجعل لك قبول. هذه من الاسرار، اذا ساعدتها بصدق ففكت وحلت هي وذويها وعشيتها. مع ما 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 اتى الله من قوه لكن معقوده، باش امورها كبير لكن معقول، والقد اقوى منه. فحينما يفك ويحل، فانت تعلم ولا تعلم قد يقدم خدمات او يصلح احوال او يعالج مرضى او يضع نور، انت لا تعلم، الله اعلم. ان قدمت الخير اصلا في اسلامه وفك عقده وطلق سراحه. هيا واصل واصل. بسم الله يحرق كل شيطان قرض على زهريه العقل. بسم الله يعطونا. بسم الله يحرق الان يعطينا عائشه. بسم الله يحرق كل شيطان قرض على زهرية العقل. بسم الله يحرق كل شيطان على زهرية العقل. يعني كأن هذه الكلمات لها مفتاح قوي جدا. بسم الله يحرق كل شيطان العقل والقلب. بسم الله يحرق كل شيطان الهالة والفقر والدم والجمال وجمال الروح. هيا اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سيام أشوفي أنت بغيتك واحد كلمة. أنا أشوفك الله حد كل الحويش أن كد عليهم بعزيمة، وذاك البكاء فيه نوع من اليأس. لا ما كان كين فهم النظرة والصوت، ذاك اليأس ما كينش. أنت بغيتك تفرحي لأن القلب هو المفتاح، غير تكل. أنا كان فهم النظرة ديال هذا البكاء منك أنت، وفيه نوع من الميزانية ما بغيتهاش. يلا قل بسم الله تلك حصول القلب العظيم. صافي كفاية وسيأنتهي الكلام. يلا جدك حصون القرد العظيم. بسم الله 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 جدك حصون القرد العظيم. قيم قيم هذه الكلمة. قيم زيد. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. زيد. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. تبدليهاش. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. يلا بابا. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. زيد. 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 بسم الله زيد بابا. بسم الله جدك كاين المشكل العظيم. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. زيد طلع القرد تحل الحال كن على يقين باذن الله تعالى. زيد. بسم الله. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. بسم الله جدك حصون. كلهم كتشكوا منك وساعدنا فيك من غير ضعف وما غير ساعدوا. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. بسم الله خاصك عزيمه عند المريضه العظيمه. زيد 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 عذبك عذبي. عذبك عذبي. كلامنا هي عليك. كلامك انا عليك. ما هوش عليك معايا. زيد زيد زيد. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. زيد. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. زيد. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله جدك حصون القرد العظيم. 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 بسم الله بسم الله بسم الله جدك حصون القرد العظيم. 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 سيقربك لحسين كمل. بسم الله اطلع الله يطلع دابا اطلع. بسم الله زيدي كمل. بسم الله كيعاونوك دابا هما في فرق سير كيعاونوك لان كلهم باغي فيه الخدمه خلانك. سير سير زيدي ما توقفيش ما توقفيش ما توقفيش. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. اطلع سير كمل كمل. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. معلمة صعود من القرد. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. بسم الله جدك حصون القرد العظيم. صبري صبري خدكم عيتي صبري زيد زيد.
غتعيا صافي. بسم الله تدك حصون القرد العظيم. صافي بسم الله تدك حصون القرد العظيم. بسم الله تدك حصون القرد العظيم. صافي بسم الله تدك حصون القرد العظيم. بسم الله تدك حصون القرد العظيم. بسم الله يحرق كل قرد عظيم. 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 بسم الله تدك حصون كل قرد عظيم. بسم الله تدك حصون القرد العظيم. بسم الله تدك بسم الله بسم الله تدك حصون كل قرد عظيم. بسم الله تدك حصون كل قرد عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله تدك حصون كل قرد عظيم. 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 ما كيطلع لك بسم الله الضربه تاع الصباح بهذه الطريقه كيطلع كيتعذب ملي انك ديك الساعه كتفوز كيحاول تخبع دابا هي وياه كيحاول واللي معاه حتى مو معاه فحاول واصل هذا الوقت اصلا تدك حصون كل قرد عظيم. اما دابا تكون الناس فين يكون الواقع يا اخي. بسم الله تدك حصون كل قرد عظيم. ها ماشي اي كرازه اي اليهود سير كمل توقفيش بيتي سير يلا كمل سير. بسم الله تدك حصون كل قرد عظيم. 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 في العقل يا بسم الله نضربوا لها دخلة العلم على السهولية والموجودة لو لم نراها لكن بس موجودة الدليل أن بشح مقوي حم قوي ولكن هو أقواهم لما تشوف المفروض أن بشح أن يكون رأس القائمة ولم يكون فوق إلا من هو أقواهم والبشح حم دائما هو الذي يتحكم في العقل فما استطاع الوصول إلى العقل أن القلب أقوى منه إذ ذكر يتحصن في الحصون وبالتالي لا بد ان تدك حصون ذاك القرد ودائما قدك نجدهم عندهم قوه عظيمه جدا. بسم الله حصون اقوى من الثعبان اخونا. بسم الله حصون قرد عظيم. بسم الله حصون قرد عظيم. بسم الله يحرق كل قرد عظيم. بسم الله يحرق كل قرد عظيم فكان العقل. بسم الله يحرق كل قرد عظيم فكان العقل. بسم الله بسم الله يحرق كل قرد عظيم. على زهرية العقل. على زهرية العقل. بسم الله يحرق كل قرد عظيم فكان العقل. بسم الله يحرق خاصة على الموروث. بسم الله يحرق كل قرد عظيم فكان العقل. غالب الموروث بسم الله يحرق كل قرد عظيم. نعلمه ولا نعلمه. فهم لهم اتصال بهذا اللفظ بأن في عالم. بسم الله يحرق كل قرد عظيم على زهرية العقل. على زهرية العقل. ما توقفيش. بسم الله يحرق كل قرد عظيم على زهرية العقل. نعم. بسم الله يحرق كل قرد عظيم على زهرية العقل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل قرد عظيم على زهرية العقل. بسم الله يحرق كل قرد عظيم على زهرية العقل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل قرد فكان العقل. بسم الله يحرق كل قرد على زهرية العقل. بسم الله يحرق كل قرد على زهرية العقل. بسم الله يحرق كل قرد على زهرية العقل. بسم الله يسرع كل قرد فكن العقل. بسم الله يسرع كل قرد فكن العقل. بسم الله بسم الله يسرع كل قرد فكن العقل. بسم الله وبقدرة الله يسرع كل قرد فكن العقل. بسم الله وبقدرة الله يسرع كل قرد فكن العقل. بسم الله وبقدرة الله يسرع كل قرد سكن العقل. بسم الله وبقدرة الله يسرع كل قرد سكن العقل. بسم الله وبقدرة الله يسرع كل قرد سكن العقل. بسم الله يسرع كل قرد سكن العقل. بسم الله بسم الله يسرع كل قرد سكن العقل. بسم الله صبري زيدي بسم الله بسم الله يسرع كل قرد سكن العقل. بسم الله وبقدرة الله وبقدرة الله بسم الله يحرق
راكي تعذب في الراس. هي واصل العقل. بسم الله بسم الله يسرع كل قرد سكن العقل. بسم الله يسرع كل قرد. سير كمل. بسم الله تبك كل حصون وكل قرد عظيم. هاي قوة الحصون هاي خصو ولا تبك دكا سبي ما توقفيش غير تنفس غير يخرج. بسم الله تبك حصون القرد العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. 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 فقلنا فذبحوها
فذبحوها وما كانوا يفعلون فذبحوها وما كانوا يفعلون فذبحوها وما كانوا يفعلون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله يبطل كل سحر قديم من بطن الأم بسم الله يبطل كل آثر قديم من بطن الأم بسم الله يبطل كل عشق قديم من بطن الأم بسم الله تبطل العقد والأغفاء من بطن الأم على الفهم والدماغ على العقل والدماغ على الفهم والدماغ على العقل والدماغ على الفهم والدماغ على العقل والدماغ من بطن الأم على الفهم والدماغ على العقل والدماغ على الفهم والدماغ على العقل والدماغ على الفهم والدماغ على العقل والدماغ على الرأس والدماغ من بطن الأم على الفهم والدماغ على العقل والدماغ على الفهم والدماغ على العقل والدماغ من بطن الأم على الفهم والدماغ على العقل والدماغ من بطن الأم على الفهم والدماغ على العقل والدماغ على الفهم والدماغ على العقل والدماغ من بطن الأم على الفهم والدماغ على العقل والدماغ على الفهم والدماغ على العقل والدماغ من بطن الأم على الفهم والدماغ على العقل والدماغ على الفهم والدماغ على العقل والدماغ من بطن الأم على الفهم والدماغ على العقل والدماغ من بطن الأم عقد وأقفال عقد وأقفال عقد وأقفال من بطن الأم عقد وأقفال من كبار جان 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 له خدام فراس عوال جان 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 له خدام فراس عوال
إبليس 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 عظيم خير 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 خير عظيم خير عظيم إبليس 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 عظيم إبليس إبليس عظيم تحدى 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 بالموت تحدى 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 بالخدام تحدى 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 بالأعوان تحدى خير عظيم 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 شيطان خير شيطان خير شيطان خير إبليس خير إبليس خير خير أباس خير أباس خير أباس خير أباس اللهم صل على محمد تحل عقد الرحيم
حراحين 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 أمها حراحينها حراحين أمها حراحينها حراحين أمها حراحينها حراحين أمها حراحينها بقدر عظيم بقدر عظيم بميس عظيم جعل آثارا فقد واثارا فقد واثارا سلسل واثارا أقبل واثارا بميس 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 عظيم بميس 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 عظيم 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 خير 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 عظيم خير خير عظيم خير خير عظيم على الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ يسلسل زلزال شديدة يسلسل يسلسل خير عظيم خير عظيم خير عظيم خير عظيم من أباز الشدد من أباز الشدد من أباز الشدد من أباز الشدد تحكم في الثعابين والحياة تحكم في الثعابين والحياة في قيوم الحياة في قيوم الحياة في ليس ليس خير عظيم خير عظيم خير عظيم خير عظيم خير عظيم تهابه الجن العظيم 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 تهابوا ملوك الجن تهابوا الجن تهابوا ملوك الجن تهابوا الجن تخافوا الجن تخافوا ملوك الجن قيدها قيدها ارضها تصف لها حاربها حاربها قدرها ابليس 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 عظيم ابليس ابليس عظيم في العقل العظيم بسم الله بسم الله بسم الله تطهر تطهيرا 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 بسم الله فاسمع اليوم يومك أيها الطفل فاسمع فلن تلقى فلن تدع هذه ما تسعد بها المعيدين
عدم يتغدى لدروس ديالها جات اليوم. انا ملي كنعرف كنعرف كنقص الناس دابا هادي الى يقص حتى كنبرك بلاصتي ما عمرها تعاود فخاصها تبقى مطول. انا معلمه ديال هاد الناس يتسناو حتى انا غادي نتعطل ولكن بحال 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 معنا نتعطل وما كنش انا نمشي للدار نتاعي دابا غادي يجيك واحد الشخص يضحك ماشي مشكل خاصهم يتقبلوا هادشي اللي زرب ما بغيتش معاهم اللي زربان يمشي يروح نوضه لان حنا ما عندناش وقت محدد هاد السنه خصنا نزيدو معاها ما كانش اليوم حتى اليوم الوقت معلوم لكن الحاله كتكون استثنائيه خاصها وقت طويل. شرحي لي ما طولناش معاه اليوم القرض بلاصتها القرض ما غاديش دير معاهم ساعة ولا ساعة القرض خاص وقت طويل والناس تقلقوا قالت علاش تطول معاها وحنا كنتسناو ما تكونش أناني راه هي حالة استثنائية القرض هو هذا أنا راه مش بيد الخاطر ما تبقاش غنضرب ربع ساعة ونكون فيقة ولكن تبقى في معاناة غتبقى هي معاناة وجي لي معاها اللي باغي يسلكوها في معاناة مش كاف ما ترى عيان ولكن راه حالة كتخلص الله يخليك المتاعب اقسم بالله ولا صبر
محمد السيد تكون مرتاح وتشكي عليك الله يعيد القيس والله ما قاس مع كل من محمد السيد اللي اعتبرنا بهم احنا نمسحهم على عجلة والله ما يحمد يستجيب هنا أنني قد قوي كبير وقوي هكذا بالقبض ويضرب يعني أنا قوي كبير هذه الكسر أنا الآن جزء من جلسة طويلة ديما قرر جلسة طويلة أبش كوان لما قلت الله الله طلع مسلم قلت وحيد وهو يضرب بقوة أنا أقوى منهم جميعا ها أقول أنا أقوى منهم جميعا يعني أنا أقوى منهم يعني احتياج مازال تعذيب ووقت وبالعقل ماشي غنبقى نغوت بالعقل خصني تعذب حيت هي عاقلة هي فوعية ولا تتحكم في هذا الشيء سلم حتى يصبح المسؤول لي ويطلع هو حينها على الأقل ممكن نتكلم معاه نقول جلسة كنكون ديك الساعة عرفنا حطينا واحد القدم في العلاج أما دائما تقال هو دائما قلنا أقوى منهم لا أحد يصعب يقدر يطلعني وتنجين كيولي المسلم حاس بالفطور بتقول عاوننا عليه عاوننا ما عاوننا أنت كيف هذا بكل العقل كما عقلت مع الناس لفظة مشكلة مين هم والأخوات أنا عندي مشكلة كيف أرضي فيهم تقول اسمعوا معشر الجد ركز معايا ركز معايا صبري صبري واسمعي مزيان أما حالة مبهمة بعد ما قدم الأخير أما حالة هكذا وعقلي مع هذا الشيء وعقلي فوق الناس كيضيع وتفكير التركيز ما كيبقاش بعد ما تقوم الله يحميني إيش هي المشكل أنا غير شيء تقاد أنت من راح تعمل هذا الشيء كان عارفه حالي حالي كي مسألة
حاجة يمتاز عاهد الله أن يستطيع عنه اللي كنقول انا في العورات الله يكون دائما الجنود يكونوا في الراس دائما كيأكدوا على الراس لان الكبير عن الراس الجبار كيعطي إشارة أنه في الرأس الجبار المتكبر الرأس ملوك والوضع القدم على القدم كرب ملك كبير كبير يا متعبون
تكبروا في الجمال جبارو في الجمال متكبروا Thank you.
شيطان تجبرت كثيرا
تظاهرون
عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين إن الذين كفروا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء تتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله
الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة ولكن الله ذو فضل على العالمين قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وما جاءهم
رسول الله من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. سلام سلام وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور قاتل فلنقاتل في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا يا صلاة 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 يا صلاة
الملوك عنده خدام، الملوك عنده خدام، خدام 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 خدام، الملوك عنده خدام، ملوك خدام 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 عنده خدام، ملوك خدام ملوك خدام ملوك خدام عنده خدام، ملوك خدام ملوك خدام عنده خدام، على سلالة خدام، على سوية خدام، على سلالة خدام، على سوية خدام، على أمي خدام، على أمي خدام، على أمي خدام، على Yeah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. سلام عليك أيها النبي. اللهم صل
قالوا أتعجبين من
راسي ان شاء الله، لان الناس كتشكاو، قالت لي الناس كلشي مابقاش خرج صوته واحد. قلت هذا ماشي ثلاث ساعة ونص، ما انا ما عنديش مشكل نبقى مكتاس حتى جوج سوايع اخرى، لكن الاشكال هو الناس. مشكلة ما كنفهموش، دابا خصك اسمعي، ضروري خصك تأكدي على القرد، إلا ما أكدناش على القرد ما غندير والو. القرد كيتعذب دابا، الجند كتعيك ساعات كدا، ولكن خاص راه كيتعذب، خاص هاك أنا. راه غطي غطي، شوف أنا ما عنديش المشكل بإذن الله تعالى، ولكن واخا أنا نشوف تسنى خرجي بعدا كنتكلم مع أخت زينب نشوفو الناس ومن بعد نقولك. خوتي ارتاحي ارتاحي، خليني نفكر شنو ندير، نفكر شنو غندير. داك التليفون ديالك صافي، لا نشوف شكون كتسنى، نمشي على بالعكس، لا ماشي مشكل، لا لا بالعكس كاين حتى مشكل معاها، ما كانش قالت لي اسمع عندك 2 و3 وصراحه دخلتني بزز، ماشي مشكل حقا شي شي حوايج بحال هكا، ماشي غدا شوف غدا واخا عندك صافي، انا نشوف، لا ماشي مشكل، عقل بشويه ما فيش مشكل.